تحت عنوان العالمي جمال الخطيب، وقع أسطورة الملاعب اللبنانية والفلسطينية كتابا تضمن سيرته في حفل حاشد أقيم في فندق كورال بيتش، وحضره شخصيات رياضية وسياسية واغترابية تقدمهم مدير عام الشباب والرياضة زيد خيامي. وكان اللافت في الحفل حضور الرئيسين التاريخيين لناديي النجمة والأنصار الحاج عمر غندور والنائب السابق سليم دياب والأمين العام السابق لاتحاد كرة القدم رهيف عليمة. قدم الزميل حسن شرارة حفل التوقيع، وتحدث فيه مؤلف الكتاب الزميل إبراهيم وزني الذي أضاء على أبرز المحطات التي رافقت الخطيب في رحلة تألقه الكروية مطالبا بمنحه الجنسية اللبنانية. وسرد جلال اللحام راعي الحفل علاقته العائلية والكروية بجمال الخطيب واللاعبين في منطقة الطريق الجديدة عموما وأندية التضامن بيروت والأنصار والنجمة خصوصا. أما المحتفى به فتوجه بالشكر إلى الحضور والمساهمين في إنجاز الكتاب الذي يلخص مرحلة بأكملها، داعيا إلى تسهيل مشاركة اللاعبين الفلسطينيين مع الأندية اللبنانية خصوصا وأن بينهم المئات من المميزين. وتسلم الخطيب لوحة تضم قميص منتخب فلسطين موقعا من جميع لاعبيه، وتسلم دروعا متعددة أبرزها من رئيس رابطة قضام اللاعبين الدوليين عدنان بليق وأمين سرها حسن أيوب، ووقع نسخا من الكتاب. يذكر أن جمال الخطيب هو نجم فلسطيني الأصل، ولد وتربى وعاش في لبنان، بدأ مسيرته الكروية مع الأنصار ثم لمع بقوة في السبعينيات والثمانينيات مع النجمة ولعب لمنتخبات لبنان وفلسطين وقطر. هذا التقرير اللي بلشنا فيه لحتى نضوي على الرياضة، وكمان الرياضة بتاخدنا لأنه نكون عم نأرشف أحداث وأسماء وتفاصيل بكتب. اليوم رياضتنا تاخدنا لاسم لامع لبناني عربي، خليني اقول مأرشف بكتاب مع الخبير الرياضي حسن شرارة. صباح الخير. صباح الخير شادي، وبعايدك وبعايد كل اللبنانيين. شكرا، ينعاد على الجميع بالخير وبالصحة، هيدي أهم شغلة، وبعدين البحبوحة مش غلط إذا تأمل. منضل نتأمل خير. أكيد. اليوم شو موضوع لقائنا؟ اليوم بدنا نحكي شغلة ملفتة بهالزمن، يعني بتعرف احنا اليوم بزمن صارت القراءة نادرة، صار الجيل كله جيل سوشيال ميديا، جيل الخبر السريع، الفيديو السريع، الفويس السريع. صح. الكتاب صار مطرحه صعب، هاي اول شغلة. الشغلة الثانية انه الجيل نتيجة كل شيء عم بصير عنا بالبلد، في جيل كامل عم يخلق عنده كأنه نوع من الانفصال عن مرحلة تاريخية بالسبور بالبلد وبكل القطاعات. أكيد بهالوقت إجا كتاب عمله زميلنا الإعلامي إبراهيم وزني، عم يحكي عن أحد الأسماء الكبيرة اللي مرقت بتاريخ الفوتبول بلبنان، لاعب النجم جمال الخطيب يلي هو لعب لمنتخبات لبنان وفلسطين وقطر، وهو فلسطيني الجنسية ولكن ما بيعرف فلسطين مثل كتير من الفلسطينيين، يعني ولد وتربى بلبنان. وبالتالي هالكتاب كان عم بأرشف، إذا فينا نشوفه محمد، كان عم بأرشف تاريخ، يعني تاريخ مش تاريخ جمال الخطيب، تاريخ مرحلة كاملة من الفوتبول اللبناني. وهيدا مش أول كتاب لزميلنا إبراهيم وزني اللي عمل عدة كتب، عمل كتب العلاقة بطابع اجتماعي، وعمل عن رياضيين قبل شبل هرموش يوسف الغول، وهلأ عم بحضر كتاب عن زميلنا الإعلامي يوسف بكجاي. قديم هم أكيد شفناه على الهواء مع المشاهدين، بس قديم هم أنه مش بس هيدا الكتاب عم بأرشف حياة وأهمية سيرة حياة جمال الخطيب، إنما كمان مرحلة رياضية. صح. مش بس لبنانية إنما عربية أيضا، ما بين يعني المنتخب اللبناني اللبناني والقطري أيضا. أكيد رح نكون مع ضيفك لنحكي أكثر عن الكتاب. بس هم بحب أقول لمشاهدينا اللي بيستغربوا أنه كيف لعب مع ثلاث منتخبات بوقتها، يعني عم نحكي عشرات السنين لورا. نعم. كانت الأمور عادية، اليوم أكيد هيدا الشيء مستحيل. اليوم مجرد ما تلعب مع منتخب بلد انتهت، أنه أنت كتير صعب أنه تروح على تلعب مع بلد تاني. كابتن جمال الخطيب بدي أقول لك مبروك، قبله بدي أقول مبروك للزميل إبراهيم وزني، وأدعي لخينا إبراهيم أنه يكفي بطريق الأرشفي، لأنه هيدا اللي بيبقى من تاريخ السبور والفوتبول بالبلد. كابتن جمال الخطيب صباح الخير. صباح النور لجميع المشاهدين.
كابتن جمال، كثير حلو انك قدرت بحفل توقيع كتابك، قبل ما نحكي عن الكتاب، تجمع كل هول الناس اللي كانوا موجودين، الكل بيعرف وخصوصا جيل اللي عمره 30 وطلوع، انه الصراع او التنافس، خليني اقول، خلينا بالرياضه، بين النجمة والانصار كان كبير لدرجة انه كان كل البلد يا نجمة يا انصار، وعم نحكي نجمة الحاج عمر غندور وانصار النائب السابق الاستاذ سليم الدياب، اثنيناتهم كانوا موجودين بالحفل توقيع كتابك، وهذا كان شيء حلو جدا. قديش بيعني لك وجود هالشخصين وانت لعبت للانصار وبعدين انتقلت للنجمة؟ يعني صدقني الاحتفال رائع كان، صح. واستطعت انه اجمع فريق النجم والانصار، قائد النجم طبعا، رئيس نادي النجم ورئيس نادي الانصار باحتفال واحد، واثنين من عمالقه الرؤساء اللي اغنوا الكره اللبنانيه بتنظيمها. فقال يعني انا متشكر كثير، بشكر السيد عمر غندور، بشكر السيد سليم دياب اللي حضر الاحتفال. احتفال كان رائع جدا جدا، والاحتفال للحقيقة بتعرف انت انه الرياضة اليوم بتجمع، والاحتفال كان جامع جميع الطوائف اللبنانية بهالاحتفال هيدا. فأنا كنت بصراحة كتير 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 يعني مبسوط انه هالاجتماع هيدا جمع كل شيء، في رياضيين ورؤساء أندية ووزارة الشباب والرياضة. يعني للحقيقة ما أقدر أوصف لك أنه الاحتفال كان رائع جدا جدا، خاصة بوجود الأقنية التلفزيونية والإذاعات نعم. وعلى رأسهم طبعا نيو تي في اللي هي كانت المركز الرئيسي لهالاجتماع هيدا. طيب كابتن جمال، قديش عزبتوا لإبراهيم وزني لحتى جمع المادة، كتاب عم نحكي كتاب من 280 صفحة، مش مزحة، كتاب بدي أقول للمشاهدين أنه بيحوي مسيرة جمال الخطيب الكروية الشخصية مع أهله، وكيف كانت حياته ومسيرته كلها، كيف لعب للأنصار، للنجمة، لمنتخب لبنان، لفلسطين، لقطر، كيف إجا عروض خارجية للاحتراف بأوروبا وما قدر يحترف لأنه نادي النجمة ما استغنى عنه بهيداك الوقت، لا وبل وسجن بوقت من الأوقات. كابتن جمال، قديش عزبتهم لحتى تجمعت هالمعلومات كلها والصور عنك؟ صدقني قد ما عزبته أنا تعزبت كتير لجمعت له أنا كلها في الوثائق هيدي، من أول ما لعبت لنادي الأنصار ولحد ما زعت وقعت لنادي النجمة، أرشيف طويل عريض كتير، وهذا كان من صاروا تقريبا مش سنتين نحن عم نجمع الوثائق، وبعدين صارت الكورونا، هذا كان الكتاب طبعا من سنة ونص تقريبا، لأن الوثائق كلها كانت مع إبراهيم وزني، ولكن جائحة الكورونا هذه أجلت الاحتفالات كلها، ونحن هلا لقينا الوقت اللي المناسب إنه سوينا فيه الاجتماع اللي شو اسمه التوقيع. فالحمد لله بتعرف انت انه انا ربيت بنادي الانصار وبال70 لحتى رجعت انتقلت لنادي النجمه. طبعا انا شفت بنادي الانصار الله يرحمه في عدنان الشرقي كان يقول لي كابتن جمال انا حاعمل منك بطل رياضي، حاعمل منك لاعب ممتاز، ولكن شاءت الاقدار انه انتقلت من نادي الانصار لنادي النجمه بسنة 70، وتألقي بتعرف انت يعني اليوم حسن اللي بيلعب بنادي النجمة الحقيقة، هلا انا لعبت مع الانصار وكان لي اسم بعده عم يبرز، ولكن نادي النجمة هال كبير كثير، اي لاعب بده ينشهر بلبنان هون بيلعب بنادي النجمة، لانه نادي النجمة اعرق الاندية واكبر جمهور بتاريخ لبنان هو نادي النجمة. فصدقني يا ابراهيم يا حسن انه ابراهيم يا حرام تعذب كثير معي، كثير كثير، يعني ما ضل صوره، ما ضل كتاب، ما ضل توثيق الا اقعد انا وياه وتشاور انا وياه، وحتى انه الاسم اكثر شيء كان وين؟ اكثر شيء الاسم اللي هو توقيع الاسم الكتاب، قال لي بتعرف انت انا رق اللقب الغزال الاسمر،
قال لي ابراهيم، قال لي كابتن الغزال الاسمر هذا قديم، يعني اي شخص سريع بالفوتبول يعني بيقولوا له الغزال، ولكن الاسم العالمي هذا اسم كبير، هذا ما بينقل الا لشخص يكون عالمي. مع انه كابتن جمال انت اللي غلب عليك بوقت من الاوقات خلال مسيرتك هي الغزال، ولكن العالمي كمان اتقل. هون بدي اسالك شغله، في قدامي باحدى صفحات الكتاب قصه الاعتقال. طبعا نحن مش مجلة نسرد حكايات عن الكتاب اللي بندعي الناس انها تقراه، ولكن هيك خبرنا بسرعة ليش انحبست، شو القصة، وهيدي واحدة من القصص الحلوة اللي واجدة بكتاب العالمي للكابتن جمال الخطيب. حقلك ما انا لما مسات منتخب لبنان بالكويت، فالمهم اجاني عرض من الكويت على لبنان، فالمهم انه انا جاني العرض وقلت له يا عمي انا نادي النجم ما بيعطيني استغناء، قال نحن بنعمل استغناء، قلت له طيب اوكي، بعثوا لي طياره وطلعت على الكويت، عرفت؟ وصلت على الكويت ولا بعد يومين ثلاثه بيقولوا لي كابتن الاستغناء تاعك هيك صار الاتحاد صار فيك تلعب. طب لعبت انا هونيك بالكويت وجبت هدف، ويعني كان في فكره انه كمان يجنسوني من اول ما وصلت الكويت، ولكن صار في اتصال من لبنان من هون بيقول لي كابتن لازم تزع على لبنان في عليك دعوه. قلت له دعوه شو؟ قال في استغناء مزور. يا اخي ما بعرف كيف الاستغناء المزور، اجوا جماعه من الكويت للبنان لهون، مع مين حكي ومع مين شو عملوا شو اتفقوا، ما بلاقي الا في استغناء. المهم انه المخبر بيقول لي في عندك دعوه تفضل، عنه مع تحقيق، بيقول لي انت مع معتقل. قلت له شو معتقل؟ قديش انحبست؟ كم يوم انحبست؟ اربع ايام بس. صدقني يا حسن، اربع ايام كانه اربع سنين، يعني انا جمال خطيب شو السجن؟ انا شو دخلني انا بالاستغناء؟ استغناء راح على الكويت بدون عني انا، فرجوني بس الاستغناء. طب شو بدي اعرف؟ طب ليك خبرني كابتن جمال، هلا بيننا وبينك على الهوا، بس بهدلوك بالسجن ولا كانت سجن كلاس كونك جمال الخطيب؟ حسن حقول لك، بتصدق يا حسن انه بس فت على السجن عم طلعت انا هيك لقيت 500 واحد يمكن بالسجن، شي نصهم قال لي كابتن جمال عنا ولك شو عملوا فيك كابتن جمال؟ وشو حسن سببكي؟ عم بقول لك ما كنت صغير يا اخي 18 سنه، سببكي؟ يقول لك شو هيك؟ قلت لهم هيك. قال يا عمي بسيطه، كل يوم بتطلع انت. فالمهم هون يعني مين طلع ورا القصه اختصارا؟ مين طلع وراها القصه كلها؟ والله يا حسن لحد هلا ما بعرف قديش صار مرقه، لحد هلا ما بعرف، بس المهم انه جماعه اجوا دفعوا مصاري للبنان هون بلبنان هون، وجماعه حوروا او بالاحرى زوروا الاستغناء تبعهم، عرفت؟ تبع الاتحاد، واخذوا الاستغناء وراحوا لهونيك واعترفوا فيه يعني. ورجعت لنادي النجمه بعد منا. نعم؟ وبعد منا رجعت لنادي النجمه. طبعا يا اخي، لانه ما بدي اروح يعني مجبور، لانه استغنائي مع النجمه. كابتن جمال بتقول بمقدمة الكتاب: سرقتني الكرة إلى ملاعبها فأخلصت لها بكل جوانحي، ودخلت الملاعب من أوسع أبوابها إلى آخره. لمين بتوجه رسالة اليوم؟ بتقول أنه تاريخ الفوتبول بلبنان، تاريخ السبور اللبناني لازم ينجمع بطريقة من الطرق. يا اخي مش قلت لك يا حسن، ما هو هذه الفوتبول بلبنان، انت بتعرف انت اليوم انه الفوتبول بيجمع نحن بجميع الطوائف اللبنانيه. لازم يا اخي ما يكون في تفرقه بالفوتبول، اللاعب الافضل لازم يلعب. يعني انا كجمال خطيب لما بالسبعينات كان منتخب لبنان اخذوني اول مره، لعبت مع منتخب لبنان، ولكن استثنوني، عرفت كيف؟ بتعرف انت لبنان يعني الطوائف اللي بلبنان هون، فلذلك انه انا استثنوني، والا انا كنت كل منتخب كنت انا اكون فيه بقلبه، وكنت اختار انه من احسن لاعب، ولكن يعني هذا شاءت الظروف تكون هيك. بعدين في شغله بدي لك اياها حسن، يعني انا الكتاب تاعي انا كان من حوالي سنتين تقريبا لازم ينطبع، لانه في الاخ العزيز جلال اللحام، بما انه انا منتخب لبنان او النجمي بالاحرى ما عملوا لي مباراه اعتزال، فالمهم انه جلال اللحام قال لي يا كابتن جمال بما انك انت حبي كرمك بطريقته،
نعم حب يكرمني، قال لي كابتن ما انا خيو كان يلعب معي بلال، صحيح كان يلعب معي صحيح تضامن طب. نحن وصغار، فكان عشق الفوتبول، فقال لي لازم انا بدي اعمل لك كتاب، وفعلا لولا جلال اللحام يا حسن ما كان صدر هالكتاب. هون بدي احب اوضح يعني شغله للجمهور شادي، شغله بتستغربها، مرق جملة من كابتن جمال انه هو لعب فترة لمنتخب لبنان وبعدين ما عادوا استدعوه لأسباب إلها علاقة بالتركيبة اللبنانية. زمان يعني عم نحكي قبل الحرب كانت منتخبات لبنان بمختلف الألعاب تتشكل، حتى منتخبات السبور تتشكل ستة وستة مكرة، انه لازم ستة مسيحية وستة اسلام حسب التقسيم الطائفي، وإلا ما بيكون هذا منتخب وطني. انه اليوم اذا مثلا عدد المسيحيين 8 والاسلام 6 يعني شيء بشع انك تحكي بهالمنطق، بس هيك كان فعلا يصير اللي قاله كابتن جمال صحيح. الحلو انه اليوم على القليل منتخبات لبنان بمعظمها مش كلها طلعنا من هاي العقلية الحمد لله، وعم نقدر نعمل المنتخب. بذكر انه منتخب لبنان الباسكتبول الخميس بيلعب مع الفلبين بالويندو الرابع من تصفيات كاس العالم، والتنين بيلعب مع الهند، وبدعي طبعا بدعي كل الجمهور اللبناني انه يكون مواكب لمنتخب لبنان، لانه هول المباراتين مهمين جدا بتأهل المنتخب لكأس العالم. كمان بدي أقول شغلة تانية، أنه بدورة ألعاب التضامن الإسلامي لبنان حقق 4 ميداليات لهلأ، وهذا شيء كتير منيح بظل الظروف اللي عم نعيشها، 3 بالتايكواندو ووحدة برفع الأثقال. وطبعا بتمنى أنه البعثة بعد تقدر تعمل نتائج أفضل، ما بعرف معنا وقت كتير حلو أدار رياضة رجعت هيك ضوي بهيدي المرحلة من بعد كوفيد، من بعد هالشي اللي عم بمر فيه البلد، الانهيار الاقتصادي، طاقة أمل عم بتكون الرياضة مع كل شيء عم يتحقق، حتى لو بقدرات خجولة، لو بقدرات فردية، خليني أقول بعيدا عن جهود الدولة بالإطار الرياضي، بس هيدا الشيء حلو بكبر القلب. أكيد أكيد أنه بالنتيجة اليوم هي مساحة الفرح الوحيدة المتبقية عنا صراحة، اللي عم تخليها نفرح ونبتسم وإلى آخره، وإيه بمجهود فردي من الأبطال ومن الاتحادات اللي عم تعمل شوية علاقات، لأنه بنعرف كتير منيح أنه أصلا دعم الدولي محدود لأنه إمكانياتها محدودة. اليوم الدعم مش موجود أبدا، لأنه وقت بيكون موازنة وزارة 10 مليار بصيروا 10 مليار قيمتهم ماشي، صح، فانه يعني ما بكفوا للاعب، فللاسف يعني هذا الوضع. كابتن جمال بدنا نختم معك برساله اخيره، انت اختار لمين بتحب توجهها. والله يا اخي حسن بدي لك شغله قال لي اياها جلال اللحام، نعم، اللي هو راعي الكتاب، قال لي يا كابتن جمال ما المهم من يثقل الالماس، الالماس عرفت كيف، ولكن الالماس هو نفسه. هذه الكلمة أنا يعني عجبتني جدا جدا جدا، نعم، كثير، فبتشكره أنا كثير لجلال اللحام لأنه إنسان راقي، إنسان خدم القضية الفلسطينية، وإنسان بما أنه أنا فلسطيني يعني هو فلسطيني، قال لي لازم كرمك يا كابتن لحتى الأجيال هذه كلها، الكتاب هذا للأجيال كل فلسطين ولبنان، فألف شكر لك حبيب قلبي يا حسن اللي أنت زينت الحفل بصداقة بصدق أنك يا حسن انسان راقي. شكرا كابتن جمال الخطيب، بالعكس واجبنا كاعلاميين تجاهك شخصيا وتجاه جيل كامل امتع الرياضه اللبنانيه على مدى سنوات. يحلو لنا دائما ان نقول كره القدم في الزمن الجميل اللي كان فيه اسمك واسماء كبيره لامعه مثل المرحوم الحاج عدنان الشرقي. بحب بس اقول شغله بالاخر شادي، هيدي تاني مناسبة أو تالت مناسبة للأسف بتكون عائلة كرة القدم ناقصة باحتفال ما، الله يطول بعمر الكابتن جمال، الاحتفال كانت غايبة عنه معظم الأندية ما بعرف ليش، وكأنه برجع بقلك في انفصال عن تاريخ مضى. بتشييع من حوالي السنة، تشييع الحاج عدنان الشرقي اللي هو أحد أهم رموز كرة القدم اللبنانية، كان كل الجمهور حاضر، كانت معظم الأندية غايبة. هيدا شيء غريب وملفت وعلامة استفهام، بنقول لهم أنه اللي ما له ماضي ما له مستقبل دائما. يعني قدام نكبر بأشخاص مثل الكابتن نجم جمال الخطيب وبكل هالأسماء الكبيرة على كافة الأصعدة بلبنان، بس يعطونا بلد وياخدوا منا العجائب ما يدهش العالم كله. حسن شرارة شكرا لك، وأكيد اللقاء بيتجدد معك الأسبوع المقبل. شكرا لحضرتك.